السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الفيديو كيمياء للصف الثالث متوسط، راح نكمل وياكم. وصلنا صفحة 74 من أمثلة الفصل الرابع. ناخذ المثال 4-4. ما حجم محلول كحول الأثيل بالمليلتر اللازم إضافته للماء ليصبح حجم المحلول الكلي 50 مليلتر لتكون نسبته الحجمية 80%؟ خلينا نحله. هاي عندي نسبة حجمية. احنا نعرف دائما الماء هو مذيب، فعدي اي محلول هو مذاب، يعني عدي محلول كحول الاثيل هو مذاب، فنقول يعني هو المجهول ال V1، يعني مطيني حجم المحلول، يعني ال V total مطيني اياه 50 ومطين النسبة الحجمية 80%. إذا المجهول من هو؟ V1. أقول النسبة، هذا مثال شنو؟ 4-4 صفحة 74. يلا يعني أقول النسبة الحجمية للمذاب يساوي لنا V1 على V total في 100%. نسبة الحجمية V والنسبة الكتلية M. فقول راح هسه نطبق النسبة الحجمية للمذاب. ايش قد مطيني بالسؤال؟ 80%، يعني يساوي لنا V1 مجهول، قلنا هذا V1 مجهول، V total مطيني حجم المحلول 50 مليلتر في 100%. كتبت القانون وطبقت على القانون. زين هسه ايش راح اسوي؟ راح اضرب هذا خليله مقامه واحد وهذا خليله مقامه واحد، يعني راح نضرب نقول 80%. انا انزل 80%، خليه على واحد يساوي لنا نضرب V1 في 100، يعني نقول V1 في 100%، خليها خط كسر واحد على اليمن على 50، على 50. هسه شو اسوي؟ طرفين بوسطين، راح اقول V1، هذا V1 في 100% يساوي لنا 80% في 50. سويت طرفين بوسطين، طبقت القانون وبعدين ضربت V1 في 100% وطرفين بوسطين. هسه شو نطلع؟ V1 نقسم يساوي لنا 80 في 50%. طبعا هاي بالمية اي على اليمن على 100، لا هاي ماكو بالمية، 100%، 100%. هذا بالمية ويا بالمية تروح 80، نختصر 100 على 50، هذا الصفر ويا الصفر راح، على 5 بها وحدة، وعشرة كم؟ 5 بها 2، 2 ويا 80 على 2 بها 1، و80 كم؟ 2 بها 40. إذا V1 يساوي لنا 40 مليلتر. شوي بس أعيد هاي، خاف ما افتهمتوها. مثل ما قلت لكم طرفين بوسطين، راح نقسم V1 يساوي لنا دائما الويا المجهول، العدد ويا المجهول يصير بالمقام، بسط ومقام. ها ضربنا 80 في 50%، بالمية ويا بالمية النسبة يعني راحت، اختصرت 50 ويا المية بها 2، اختصرت الاثنين ويا الاربعين، الاثنين ويا الثمانين 40 مليلتر. هذا مثال 4-4 صفحة 74. ناخذ المثال 4-5 صفحة 75. يقول أذيب 5 غرام من كبريتات النحاس في 0.5 لتر من الماء المقطر، احسب تركيز المذاب في المحلول بوحدة غرام على لتر. يلا عيني أذيب، هذا عندي قانون يقول لي، قانون هاي مالت الكثافة والتركيز، التركيز غرام على اللتر. أذيب هنا عندي، نكتب القانون. هذا مثال 4-5 صفحة 75 مالت أذيب، أذيب 5 غرام. الحل قانون مالت التركيز، يعني قايل احسب تركيز المذاب، يعني شلون افرق بيناتهم؟ يقول احسب تركيز المذاب.
فقول التركيز يعني هو غرام على لتر يساوي لنا ام يعني الكتلة ام غرام على في الحجم ال يساوي نطبق عليها ايش قد ال هذا الكتلة مطينية 50 غرام الام يعني 50 غرام اللي هي الكتلة 50 غرام على الحجم مطينية 0.5 يعني نص لتر 0.5 لتر راح شو اسوي ال 50 غرام على 0.5 لتر اضربها في 10 في 10 يعني راح نضربها 10 يعني بالبسط 10 في 10 ليش؟ لان هو قايل لي 0.5 راح نضربها 10 بالعشرة فريد حتى اتخلص من الفارزة شو نقول 50 في 10 50 في 10 هاي 5 مو 50 مو 5 ايوه انا قلت 50 هاي 5 غرام 5 على 0.5 نضرب 5 غرام في 10 50 50 غرام وصفر الصفر ويا الصفر يروح يعني هو والصفر والفارزة 5 في 1 5 ويساوي لنا طبعا هذا اللتر 50 على 5 هاي بها وحدة وهاي بها 10 ويساوي لنا 10 غرام على لتر أعيده هذا أذيبه 5 غرام من كبريتات النحاس في 0.5 يعني نص لتر من المي المقطر احسب تركيز المذاب بالمحلول بوحدة غرام على لتر من يقول لي احسب تركيز المذاب اكتب القانون مال تركيز الغرام على لتر الكتلة على الحجم يعني الكتلة على الحجم اللي هي الام يعني كتلة المذاب على حجم المحلول ام غرام على في ال ويساوي لنا الام الكتلة يعني 5 مطينية 5 هاي مو هاي هيجي 5 على والحجم 0.5 نص لتر راح نضرب 5 على 0.5 يعني بعشرة في العشرة ليش ضربتها خاطر تخلص من الفارزة وتخلص من الصفر نضربها بالبسط 10 وبالمقام 10 لان هنا عندي 5 بالعشرة هايني ضربت 5 في 10 50 والصفر والفارزة راحت ويا هذا الصفر وخمسة في واحد 50 كم 5 بها 10 غرام على لتر هاي ماماتي صفحة 74 وصفحة 75 وبقالي المثال هذا 6 4 6 هذا شو اسمه اخلي له فيديو واحد لانه طويل وكل التوفيق يا ربي.